السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامج عدسة، معاكم أخوكم منصور المناعي. بديت هواية التصوير تقريبا من 10 سنين، بديتها بالتصوير بالتليفون هاتف النقال. كنت أتأمل المناظر كل ما أطلع ويا أهلي ولا ويا ربعي، أتأمل المناظر حولي، طبيعة، أشوف السماء، يعني أحاول، يعني كل ما مشيت أحاول أدور زاوية، مو مثل أي حد يمشي، لا أتأمل الزوايا، أركز على كل شيء حولي. فبديت أوثق الصور هذه مثل ما ذكرت بالتليفون، بديت أراوي الصور لربعي وهلي اللي صورتها بالتليفون، وبدأت تعيبهم، يعني حسوا إن في شيء مميز في هالصور. فبديت كملت بالمشوار، بديت أتعمق شوي في التصوير، أحاول أفهم شو اللي يميز هالصورة، الزوايا، لين ما يجزاه الله خير الوالد حضر لي مفاجأة واشترى لي كاميرا. صح إن ما كانت من أفضل الكاميرات، لكن كبداية كانت جدا ممتازة إني أنا أمارس الهواية فيها وأتعلم منها أساسيات التصوير. بعدين بديت أمارس، عندي كاميرا الحين، بديت أدخل الإنترنت أحاول أتعلم الأساسيات، بدون الأساسيات الواحد ما يقدر يسوي أي شيء، فبديت أركز على الأساسيات، وبدأت تمر السنين وعلى نفس الكاميرا 2-3 سنين، لين ما شفت أني أنا الحين أستاهل أني أنا أطور معداتي شوي، وانتقلت للكاميرا اللي بعدها. وعلى هذا المنوال كل ما أشوف عمري تعمقت وبديت أطور من نفسي، أتطور أكثر وأكثر، أكافئ نفسي بمعدات أحدث عن اللي كانت عندي، متطورة أكثر. كيف تعلمت؟ تعلمت كل أساسيات التصوير وتعمقت التصوير من خلال الإنترنت، اليوتيوب بشكل أخص. يعني واجهتني مشكلة أني بديت أدور عن شروحات باللغة العربية، للأسف ما حصلت، فكنت أتوجه للقنوات الأجنبية، لقيت بحر كبير، تعلمت كل شيء من القنوات الأجنبية، فهالشيء خلاني أحاول أحل هالمشكلة. فبديت أسأل ربعي، أقترح عليهم ليش ما نبدأ مثلاً قناة، وإن يعني نبدأ قناة عربية بحيث إن نحن ننشر شروحات التصوير تكون باللغة العربية، لأن يعني شيء خصني أنا، الحمد لله أنا أعرف الإنجليزي، فما واجهتني مشكلة إني أتعلم من القنوات الأجنبية، بس حطيت عمري مكان ناس ثانيين شوي عندهم صعوبة في اللغة الأجنبية، فحبيت أركز على هالشيء لأني مثل ما ذكرت واجهت مشكلة من هالناحية، فحبيت أوفر حل لهالمشكلة. بديت القناة، الحمد لله شاركت بعض المصورين، قدروا يشاركوني، قدرنا نسوي كم من حلقة، في مصورين بنفسهم فتحوا لهم قنوات. أتمنى أن تكون قناتي وقنوات أخواني المصورين الثانيين يكونوا وصلوا لشريحة كبيرة من المصورين اللي يهتموا بهذه الشروحات باللغة العربية، وهذا هو كان هدفنا. فأتمنى نكون وصلنا وساعدنا ولو بشيء بسيط أن ننشر ثقافة التصوير بالمحتوى العربي باللغة العربية. تقدر تعلقونا في الجدار إذا قدرتوا، زين. زين، إذا الإضاءة مثل هاي إضاءتها مش قوية، بحطها دايركت على ودن شاشتها مثل ما تشوفون هنا. يعني أداء جدا جدا قوي. بعد ما تعمقت في مجال التصوير بديت أوثق علاقتي بأكثر عن مصور، فاجتمعنا كم مرة وكان في فكرة في بالنا أن نحن ليش ما نخصص رحلات تكون بس بهدف التصوير، فجلسنا ويا بعض وفكرنا شو أنسب الدول اللي تناسب التصوير، نقدر نطلع فيها بصور وايد تناسب كل واحد ومجال التصوير عنده. فجلسنا نفكر، فاقترحنا أكثر عن دولة، لكن استقرينا على دولتين هم كانوا أنسب دولتين، اللي هي دولة الهند والنيبال. فبديناها أول شيء بالهند،
فأول ما وصلنا هناك أول شيء كنا خايفين من شيء واحد، أن الناس ما تتقبل أن نحن نصورهم. كنا متخوفين من هالشيء، أن نكون سافرنا على الفاضي. فنزلنا الشارع، ما في أنسب من الشارع، نبى ننقل حياة الشارع من خلال صورنا وكاميراتنا. فتفاجأنا صراحة، كنا خايفين ما حد يتقبل، يمكن ناس تعصب علينا. فأول ما نزلنا وبدينا نصور، لقينا الناس جدا متقبلين الفكرة. بالعكس يعني كنا يوم نبدأ نصور شخص يتيمعون الناس يصفون بالطابور علينا أن يبوا يتصورون. فكنا تقريبا كل واحد حاط تارج هدف في باله، أن مثلا أبا أطلع على الأقل ب15 صور توصل للمستوى اللي في بالنا. تفاجأنا أن كل واحد في أقل عن كم من ساعة قاعد يصور عدد صور، وكل صورة أحلى من الثانية. وبعدها قررنا نسافر النيبال، نفس الشيء انطبق، اللي صار في الهند صار في النيبال. الناس جدا متقبلين فكرة التصوير، بالعكس كانوا جدا مستمتعين، والناس هم من نفسهم كانوا يبون نصورهم. نفس الشيء طلعنا بأرشيف صور جدا ممتاز، وكمية جدا كبيرة تكفينا لفترة جدا طويلة. كان في فكرة في بالي أني أنا أروح أصور الأشخاص هناك، وكنت جايب وياي إضاءات، فقلت ليش ما أجرب أصور حتى في الشمس، يعني ليش ما أجرب أستخدم الإضاءات في تصوير الأشخاص. عطتني نتائج، حتى ربعي عيبتهم، في منهم قالوا مع أنهم ما متعمقين في الإضاءات مثلي، بس عيبهم المجال. وفي منهم لين يومنا هذا دوم يوم يطلعون في الليل الصبح في شمس ما في شمس، يحبوا يدخلون عنصر الإضاءة لأنه يضيف شيء مميز، يضيف جمالية للنتيجة النهائية من الصورة. بخصوص مشاركاتي في المعارض والمسابقات المحلية والدولية، أذكر أول شيء معرض إكسبوجر سنوياً قاعد يصير عندنا في إمارة الشارجة، لأنه أقرب وآخر مشاركة كانت لي في معرض إكسبوجر السنة اللي طافت. اللي يميز معرض إكسبوجر يعني بكل أمانة أني أنا شاركت وايد في معارض، بس معرض بهذا الاهتمام من حكومتنا ما شفت صراحة. حجم كبير، عدة أنشطة من ورش مسابقات، يعني ما بس إنه معرض تقدر تشارك، لا تقدر تشارك من مسابقة، تقدر تشارك في المعرض ومع يعني عدة جمعيات تصوير وأندية تصوير عندنا في الدولة وبرا الدولة. وبخصوص مشاركاتي في المسابقات، شاركت ولله الحمد يعني في عدة مسابقات محلية ودولية، أبرزهم اللي هي جائزة الشيخ حمدان بن محمد للتصوير الدولية، والحمد لله كان لي النصيب أني أفوز سنتين وراء بعض، أعتقد 2013 و14. فهذه كانت لي فرصة كبيرة أن الناس تتعرف علي أكثر، أن الاسم تكرر سنتين وراء بعض منو هذا المصور. فأنا أشوف أن مشاركتي هذه كانت لها أثر كبير في مجالي في التصوير، الناس عرفتني أكثر من خلال هذه المسابقة. والحين بكلمكم عن مجال من مجالات التصوير اللي هو يسمى الدمج الرقمي. طبعا يندرج تحت مجال الدمج الرقمي عدة أشياء، عدة أنواع من التصوير. مثلا تشوفون في الانترنت صور انتشرت وايد، إن شخص قاعد يتصور ويصور الخلفية في وقت ومكان مختلف ويدمج ما بينهم، والنتيجة النهائية تبين جدا واقعية، يعني اللي بيشوف النتيجة النهائية بدون ما يشوف الإعدادات كيف هاي تصورت وكيف هذه تصورت بيتحرى أن الشخص هذا فعليا تصور في هذا المكان. خلوني أراويكم بس الحين مثال.
أنا صورت هذه الصورة وحاب إني أنا أركب نفسي، يعني أحط نفسي كأني أنا متصور في هالمكان. طبعًا الصورة هاي أنا مصورينها من فترة طويلة، فأنا كمشاهد ولا كمصور إذا بشوف شخص متصور وهذه خلفيته، أحاول أبدأ أشوف أفكر كيف أخلي إن الشخص هذا اللي بيتصور وبركبه على هذه الصورة بتكون هذه خلفيته، كيف أخليها واقعية بحيث أن يوم يشوف هالمشاهد ما يقول لا والله هذه الصورة متركبة. فنبدأ نشوف وين عناصر الإضاءة هني في الصورة. لو أنا وقفت هني ويهي مقابل الكاميرا، خلنا نقول أن هذه الكاميرا اللي أنا بصور منها وهذه خلفيتي، فبديهيا ما محتاجة واحد فاهم في الإضاءات والتصوير، لو أي شخص واقف هني طبيعي أنه بتكون إن الإضاءة ضاربة عليه من الطرف اليمين. خلنا نقول أن هذه خلفيتي حاليا، الإضاءة ضاربة، إضاءة الشمس اللي هي الإضاءة الطبيعية ضاربة علي، فمعطتني الطرف قوي وايد هني مثل إضاءة قوية على الخد اليمين. فأنا شو بسوي؟ ببدأ أوزع إضاءتي الصناعية بحيث أن يوم أوزعها تبين الصورة طبيعية كأنها هاي الإضاءة الصناعية إضاءة طبيعية. فعشان أعوض الإضاءة هذه أخليها واقعية مثل إضاءة الشمس اللي هي الإضاءة الصناعية، شو بسوي؟ طبعا أنا قلت بختار هاي الزاوية وبتكون الخلفية اللي هي صورتها اللي هي هذه في منطقة السيف، بكون واقفة هني وبتكون هذه خلفيتي. فحين بحرك الإضاءة هذه بزاوية تشابه زاوية إضاءة الشمس الطبيعية، فبيب الإضاءة هني. طبعا أهم شيء أركز أن الإضاءة ما تبين في الصورة، وتكون أهم شيء أن تكون الخلفية ما تكون مشابهة لأي شيء أنا لابسنه ولا لون بشرتي، عشان سهل علي أني أنا أحدد الخلفية واخفيها بالفوتوشوب، فيكون بس عندي اللي هو العنصر اللي أنا بصوره وبركبه على الصورة هذه اللي صورته. فأول إضاءة هذه وأنا بوقف هني، فالإضاءة بتضربني من هني، فالحين خلاص تمكننا من إضاءة الشمس اللي موجودة هني. بحرك الكاميرا، خلنا نقول بثبتها هني، بتكون هذه كاميرتي وأنا واقف هني. فالحين خلاص أن أنا أخلي الإضاءة طبيعية اللي هي إضاءة الشمس تمكننا منها، حطينا الزاوية هذه. الحين يدور الإضاءة الصناعية، هل بتضيف جمالية تبين الصورة واقعية بس يكون فيها جمالية أكثر، هل يميز الدمج الرقمي عن مثلاً أنا رحت لهالمكان فعلياً وصورت هذه الصورة. الحين بحط العنصر هذا بحطه قدامي، طبعاً أنا اخترت الحجم الكبير هذا، كل ما كبر العنصر اللي شتت الإضاءة كل ما كانت أنعم على العنصر اللي أنا بصوره، فالعنصر اللي أنا بصوره اللي هو أنا شخص، فكل ما كبرت كانت أنعم الإضاءة علي فتعطي ظلال أقل. فبيكون هدفها الحين إضاءة ضاربة هني، خلنا نقول ما استخدمت العنصر الثاني الإضاءة، بيكون فيه ظلال وايد، ويمكن بعد تكون الإضاءة علي هني مثلا سودة ما تبين تفاصيل وجهي، بس هذه وتفاصيل هني شوي والإضاءة هني سودة، فبدخل العنصر الثاني. زين، مثل ما ذكرنا هني اني انا بكون واقف هني، هذه إضاءة الشمس اللي هي تعوض إضاءة الشمس إضاءة صناعية، وهذه إضاءة صناعية بتملى فراغات والظلال اللي هي المفروض تكون موجودة إذا صورت في المكان. النصيحة اللي أعطيها لأي مصور ولا مصورة إنه يقعد يجرب، يلعب بالإعدادات، يزيد سرعة الغالق، يلعب فتحة العدسة، يزيد الإضاءة، يضعفها لين ما يتمكن، يشوف لين ما يوصل النتيجة اللي تناسبه. فترة ورا فترة خلاص بيبدأ يتمكن، بيشوف خلاص أنا هالصورة هالإضاءة، خلاص مخه بيتبرمج أن هالإعدادات هي اللي بتناسبني. فنبدأ نجرب الحين، نشوف صورة ورا صورة، بنشوف شو الإيجابيات وشو السلبيات، إذا في شيء غلط نبدأ نعدله خطوة خطوة خطوة. زين، ما عليك أمر بس إذا بتجرب تصور الحين. هذه أول نتيجة طلعنا فيها. طبعا من ناحية الإضاءة أنا أشوف كل شيء تمام، كل شيء ممتاز. الإضاءة من هني الطرف اللي هو ليعوض إضاءة الشمس الطبيعية أشوفها ممتاز، بس في مشكلة وبنحلها إن شاء الله، اللي هي أن خلونا نشوف، نمسك أول شيء الطرف هذا، لو حبيت أقص الخلفية بالفوتوشوب حددت على اللون الأسود على طول بيكون سهل على الفوتوشوب، بس لو ني هني بنشوف أن الإضاءة والكندورة يعني الإضاءة جزء من الخلفية، فصعب على الفوتوشوب مثلا إذا حددت هني يا أنه يقص لي جزء من الكندورة يا أنه يدمج لي الإضاءة. الحين يا دور ان نحن نحل هالمشكله، عندنا طريقتين، يا اني انا احرك امري شوي يمين يا اني انا احرك الاضاءه. فانا اشوف ان الاضاءه مكانها ما له داعي يتحرك، انا اقدر احرك امري شوي للطرف يعني اكون في نص الصوره، فبتكون الخلفيه كامله سوداء علي. خلونا نطبق الحين. حركت امري شوي للطرف اللي في النص
استويت في نص الصورة، فالإضاءة الحين خلاص بعدت. الحين لاحظوا معايا هني الخلفية كاملة سودة، وأنا كندورتي والبشرة والغترة لونها فاتح عكس الخلفية، فبيكون أسهل وايد على الفوتوشوب وأسرع لي أنا. مثل ما تشوفون هنا فتحنا برنامج الفوتوشوب، وبراويكم الصور بشكل أوضح الحين. هذه أول صورة اللي صورناها بالغلط، وكان عنصر الإضاءة موجودة هنا. خلوني بس أراويكم مثال ليش أنا تحركت عشان أتجنب أن الإضاءة تكون خلفية عندي. خلونا نقول بحدد هنا على الخلفية السوداء. لو بتلاحظوا هنا شو سوى الفوتوشوب، الفوتوشوب ترى ذكاء اصطناعي، تقول له حدد هني يحدد هني، ما يفهم ان هذه اضاءه لازم يعزلها، يعزلني انا عن الخلفيه. فلو بتلاحظوا هني عزل الكندوره بشكل ممتاز، الغتره، كل شيء. بس المشكله انه شو سوى؟ دخل الاضاءه معاي هني، شو ما فهم ان هذه اضاءه لازم يعزلها. عشان نتجنب هالمشكله شو سوينا؟ تحركت انا شوي وطلعت الاضاءه من خلفيتي اللي هي هذه هني. لو بتلاحظوا يوم بحدد الحين هني الخلفيه، الاضاءه هاي مو بوياي في الخلفيه. فشو نسوي؟ حدد بس بضغطه زر واحده في ثواني. شوفوا كيف حدد الحين، حدد علي هني، حدد على الغتره. فشو نسوي نحن الحين؟ في اكثر عن طريقه، بس بختار اسهل طريقه منهم، اني انا امسح بشكل يدوي شويه هني، بعدين اضغط على كنترول اكس. فشو بيسوي الحين؟ بيحذف لي كل شيء، والإضاءة هاي لأنها ما بداخلة وياي في الكندورة، ما بوراي نفس ما كانت الصورة الأولى. فشو نسوي؟ أمسحها الحين، أكبر المساحة شوي وبس أمسح أحدد على الإضاءة هاي. أنا اخترت وضعية مختلفة شوي اللي هي هذه حسيت أن شكلي هني مرتاح أكثر، الزاوية الوضعية تناسب أكثر مع الخلفية. زين الحين بعد ما نقلنا قصينا الخلفية، بنقل نفسي وبحطه في الخلفية اللي نحن صورناها في منطقة السيف. الحين التفاصيل هذه في أشياء وايد لازم أسويها عشان أطلع بنتيجة واقعية، ما بنا بس أصور وأحط الصورة وخلاص بتطلع واقعية، لا، في أشياء وايد لازم ننتبه لها. مثلا أن تكون الألوان مطابقة، مثلا أنا عندي صفرار شوي في البشرة والخلفية شوي لونها أزرق، لا لازم ابدا اتلاعب اللي هو الكلر تمبرتشر اللي هو درجه اللون، مثلا بحيث انها تطلع متوافقه الخلفيه ومع الشخص اللي انا مصورنه. هذا اول شيء، مكاني مع الخلفيه. ثالث شيء، حجمي انا كشخص مع الخلفيه، ما اروح اكبر نفسي وايد بحيث انه يطلع ان انا حجمي اكبر من الخلفيه. في النهايه احنا بنوصل لنتيجه واقعيه. أنا كيف أبدأ أي فكرة تصوير؟ الفكرة تي في بالي، أبدأ بشكل عكسي، خلاص الفكرة وصلت في بالي، الحين أبدأ خطوة خطوة كيف أوصل للنتيجة النهائية بحيث أنها تبين واقعية. على سبيل المثال الكوب هذا، يعني حطيت الكاميرا قدامي وقاعد أشوف الزاوية، مديت إيدي ضبطت زاوية الكوب، بديت أربطها بالخيوط هذه، حاولت على قد ما أقدر أني أخلي الخيوط عددها على قد ما اقدر تكون خيط خيطين بحيث انه يكون اسهل علي واسرع علي اني انا اشيلهم بالفوتوشوب. فشو سويت الحين؟ مديت ايدي، حطيت الكوب، اخترت الزاويه مرتفعه نازله، وحددت مكان الخيوط، وبديت اصور. شفت ان كل شيء تمام، الاضاءه، عناصر الاضاءه اللي ضاربه علي على الكوب، زاويه الكاميرا مبينه ان هل الكوب طاير ولا مو طاير. خلاص تمكنت من كل شيء، اصور الصوره. نبدا الحين مرحله التعديل، اني انا اشيل الخيوط هذه، ويوم اشل انتبه اني انا وقت الشل ما يبين اني انا شليت. مثلا اكون مثلا ابى اشل الخيط هني، ما اروح اشله ويبين انه في فراغ هني، لا لازم اشل من شوي من الصبع هني واغطي هني، بحيث ان النتيجه النهائيه اللي بيشوف، طبعا ما باللي شاف مرحله التعديل، لا اللي بيشوف النتيجه النهائيه 100% بيشوف ان الكوب هذا طاير، بيصدق ان هذا الكوب طاير.
متاكد ان الحرافين عدل حسب ما يبين. بنعلقها من الطرفين، حاول تخلو في فراغ، شوفوا هالفراغ اللي هني. في مجال ثالث اللي هو منتشر وايد الحين في وسائل التواصل الاجتماعي، اللي هو التلاعب بالابعاد. تلاقي صوره مثلا شخص قاعد مثلا واقف عدال مبنى، وفجاه في الصوره تلاقيه اكبر عن حجم المبنى، قاعد يدز المبنى، شخص ماسك شخص وقاعد مثلا قاعد ياكله. طبعا هالتقنيه لها عده وسائل. اول وسيله اني مثلا انا اقدر اصور العنصر هذا والعنصر هذا، ها في صوره وهذا في صوره، وبالفوتوشوب انا ادمج اكبر هالشخص واصغر هالشخص، اصغر هالمبنى واكبر الشخص هذا. او الوسيله الثانيه اللي هي انا استخدمتها قبل، اني انا العنصرين في وقت واحد، بس اني انا قربت هذا العنصر اللي هو مثلا خلينا نقول الشخص، فبين اكبر وبعدت المبنى. يعني مثلا انا بوقف قريب وايد من الكاميرا والمبنى بيكون بعيد وايد، فطبيعي انا في الصورة ببين حجمي أكبر من المبنى، وقاعد مثلاً أدزه، قاعد أكله، قاعد أسوي اللي أسويه. نصيحة أحب أعطيها لكل مصور ومصورة، أن استثمروا أكثر في المعرفة في أساسيات التصوير، تعمقوا أكثر، حاولوا تتعلموا الأساسيات. في غلطة المصورين وايدين وما فيهم أنا، أني أنا استعيلت واشتريت معدات وايد، استثمرت في المعدات وما استثمرت في أني أنا أتعلم في هالمجال أكثر. في النهاية اكتشفت أني أنا بعد ما استثمرت، لو كنت خصصت هالمبلغ ولا وقتي ولا مجهودي أن أنا أتعلم، كنت بوصل للنتيجة هذه بدون المعدات هذه اللي دفعت فيها فلوس وايد. على سبيل المثال، هذا موقف صار لي أنا، وهلا خلاني أني أنا أركز على هالنصيحة. أني أنا فترة من فتراتي يوم كنت توني بادي أتعلم، كان في فكرة في بالي، فيا على طول في بالي أن الحاجز الوحيد اللي قاعد يمنعني أن أنا أوصل لهالنتيجة أني لازم أشتري هذه العدسة على طول. المبلغ اللي كنت موفرنا هذا، وانت طبعا عارفين ان معدات التصوير وايد غالية، على طول المبلغ اللي كنت موفرنا كنت طبعا صغير في العمر، فكنت اجمع يعني كنت اجمع الفلوس عشان اشتري هالمعدات. على طول رحت اشتريت العدسة هذه، يوم جيت اطبق الصورة هذه، جيت اصورها، اكتشفت اني انا ما محتاج هذه العدسة. لو كان عندي الخبرة واني انا خصصت وقت اكثر في الاساسيات، كنت أقدر أتجنب أني أنا أشتري العدسة هذه وأخصص الفلوس هذه أني أنا أطور من مهارتي، أشتري شروحات موجودة في الإنترنت، أشتري أشياء بتطور من معرفتي في أساسيات التصوير أكثر، بدال ما أني اشتريتها في عدسة صورت فيها صورة واحدة وفي النهاية حطيتها ويمكن ما استخدمتها غير مرتين ولا ثلاثة. وصلنا لسؤال الحلقة. جائزة هذا السؤال بتكون مقدمة من شركة نيكون. سؤالي هو، شو البرنامج المستخدم في الدمج الرقمي؟ هل هو برنامج اللايت روم ولا برنامج الفوتوشوب ولا برنامج الفاينل كات برو؟ للأسف وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج عدسة.
أتمنى أن أكون قدمت لكم ولو معلومة بسيطة، عرفتكم على هذا المجال اللي ما أشوف وايدين مصورين إماراتيين في بلادنا قاعد يتطرق لهذا المجال. فنشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع مصور إماراتي آخر. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.